قالت لي عارفه ضماري فات من كام سنه كنت بتخاف ان انت عايش ليا انا قلت لها طيب انت عايش قالت لي لا انا كنت فاكر اني اول حبك يحصل طب ثانية في كوبليه ما تزلش في بقى حلو سألت وهي الست فين صدقتها وأما قبلت ما جاوبتها سألت وهي الست فين صدقتها وأما اتخدعت بلبسها ما جاوبتها حسيت سؤالها بإنه عادي وبعدها لمس عليا كأني فعلا خدتها حسيت سؤالها انه